نرجو أن نكون جميعا على قدر المسؤولية وعند حسن ظن شعبنا الذي وضع كل ثقته بنا. ومن هنا نرجو لهذه المسيرة أن تنطلق اعتبارا من اليوم أو من جد. كل وزير يتولى مهامه. كل من شارك معنا وبذل الجهد من أشقاء نرجو لهذه المسيرة أن تنطلق لإخواننا الوزراء الذين علاقاتنا مع الدول العربية ومع دول العالم. نريد أن نصل في النهاية أصدر الرئيس قبل قليل قراراً بتشكيل وإعادة تشكيل مجلس الأمن القومي، وسيصدر المرسوم بعد قليل، وستعلن الأسماء المشاركة فيه في الأيام القريبة القادمة. كما قرر الرئيس تعيين السيد محمد دحلان مستشاراً للرئيس لشؤون الأمن القومي. فإننا نشكر أيضا للمدارس التي تعاونت وخرجت بأن تهب هذه الشعوب لتربي مصالحها.